معنا عبر الهاتف دكتور محمد جميح، كاتب ومحلل سياسي. مرحبا بك معنا دكتور. أهلا وسهلا. جولة جديدة من المفاوضات في عمان اليوم، ما إمكانية أن يتم فيها الاتفاق على رفع الحصار وفتح الطرقات المؤدية إلى تعز؟ طبعا هي هذه الجولة بعد فشل الجولة السابقة في أن تحرز أي تقدم في فك الحصار عن تعز، لكن بما أن الهدنة جددت فربما يتقدم البعوث الدولي حسب كلامه لرئيس الجمهورية وحسب التزامات الأمم المتحدة للرئاسة بأنهم سيمارسون أقصى الضغوط على الحوثيين من أجل رفع الحصار عن تعز والاستجابة لهذا المطلب المشروع، وليس مطلبا حكوميا ولكنه مطلب شعبي كما قال تقريركم. في يعني كل يوم هناك من يتظاهر من أبناء المدينة من أجل رفع هذا الحصار الظالم عليهم والمفروض من 8 سنوات. على كل يعني هذه الهدنة التي جددت في الأمس أو في الثاني من هذا الشهر، ويعني اليمنيون يترقبون لمتغيرات أخرى، ربما يكون لزيارة الرئيس بايدن نهاية هذا الشهر للمنطقة، ربما يكون لها أثر في ملفات إقليمية أكبر من الملف الحوثي ومن ملف الحصار. نعم، وتدخل اليمن ضمن هذه التسويات لأنه يبدو أن الأمريكيين يريدون أن تقدم المنطقة على نوع من الهدوء من أجل أن تتفرغ واشنطن لأوكرانيا ولجنوب شرق آسيا والصين. هذا سيعني أن هناك ضغوطا كبيرة ربما تمارس على الطرف الشرعي وعلى الطرف الحوثي إن استجاب لهذه الضغوط من أجل رفع الحصار عن تعز لأجل استمرار الهدنة.